أهلا فيكم ببودكاست من وراء المايك. معي أنا سحر جميعان، أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان للأطفال، وكاتبة في مجلتين أكهات عائلية وفاميلي فليفرز. مثل الكبار كتير مهم أن الأطفال يعتنوا بأسنانهم ويزوروا طبيب الأسنان بشكل دوري، بس زيارة طبيب الأسنان للصغار مرات بتكون بتخوف، يعني مكان جديد، وجوه غريبة، أصوات مزعجة، أدوات الطبيب المعدنية اللي ممكن توحي إنها تكون تجرح أو تزعج أو تألم، خبرات الطفل اللي ممكن يكون سمع عنها من أهله، من أصدقائه، شافها على التلفزيون أو على يوتيوب، أو حتى مر فيها هو تجربة سابقة سيئة. كل هاي الأشياء ممكن توتر الطفل قبل هاي الزيارة، بس في كتير أشياء الأهل بيقدروا يعملوها حتى يحضروا طفلهم لتكون هاي الزيارة مش كلياتها خوف وقلق. قبل الزيارة بأكم من يوم نحضر طفلنا إنه رح نروح عن طبيب الأسنان، رح نفتح تمنا مثل الأسد ورح يعدلنا أسناننا. ممكن نخلي طفلك يعدلك أسنانك والعكس كمان مشان نهيئه لهاي الفكرة. إذا حبينا نقرأ قصة أو نشوف مقطع يوتيوب عن زيارة طبيب الأسنان، نراعي إنه تكون مناسبة لعمر الطفل، ونحاول نلاقي إشي ما يكون الشخصية اللي فيه رايحة على طبيب الأسنان لأنه في ألم. خلينا نروح على دكتور الأسنان حتى نشيك على شغلنا، نتأكد إنه أسناننا قوية ونظيفة، مش ضروري نربطه بألم لا قبل ولا أثناء ولا بعد الزيارة. يوم الزيارة إذا طفلك بيحب لعبة معينة خليه يجيبها معه على العيادة. مرات لما الطفل يكون معه إشي مألوف ممكن يخفف شوي من التوتر والخوف اللي عنده. الأهل كثير لازم يراعوا أثناء زيارة طبيب الأسنان ما يستعملوا بعض الكلمات، مثلا بيخوف، بيوجع، إذا ما بتعمل هيك بزعل منك، إذا ما بتفتح تمك بيخربوا سلانك وكلهم بيوقعوا، بتركك وبروح. كل هاي الأشياء ممكن توتر الطفل أكتر وأكتر. بالعكس، نحاول كأهل نكون كتير إيجابيين مع الطفل، وحتى لو عمل أشياء كتير بسيطة نشجعه عليها، ومش غلط بعد الزيارة نكافئه عليها. كونوا قدوة لأبنائكم بعنايتكم بأسنانكم وبزيارة طبيب الأسنان. كتير حلو الطفل يعرف أنه أهله فعلاً بيروحوا على دكتور الأسنان وبيراجعوا بشكل دوري. لقيت الدراسات أنه خوف الأهل وخاصة الأمهات من طبيب الأسنان ممكن ينتقل لأطفالهم، فأنتوا علموهم الصح من البداية. بعض الأطفال اللي عن جد خايفين أو عمرهم كتير صغير ممكن يحتاجوا أكثر من زيارة ليألفوا الطبيب ويتعودوا على المكان، أو الطفل اللي عنده مثلاً خبرة كتير سيئة مع طبيب الأسنان ممكن يحتاج عدد زيارات حتى يعيد ثقته بنفسه ويعيد ثقته بطبيب الأسنان، فتحملوهم إذا بيحتاجوا أكثر من زيارة. لكن إذا الطبيب مضطر لإجراء أو إنه يعمل أي نوع من العلاج لأنه المريض مثلاً متوجع أو في أي التهابات، قد يلجأ للعمل تحت التخدير النسبي أو حتى التخدير العام. نصيحتي الدائمة للأهل، اعرضوا طفلكم على طبيب الأسنان قبل ما يكون في عنده مشاكل، عرفوه على الطبيب وعلى العيادة بجو يكون سهل، مشان إذا احتاج أي علاج يكون العلاج نقدر نعمله بسهولة من غير ما نعذب الطفل ومن غير ما نخوفه. حتى تعرفوا أكثر كيف نخلي أسنان أطفالنا سليمة وحلوة، تابعوني ببودكاست ثانية من وراء المايك، أو ابعتوا لنا أسئلتكم على مجلتين نكهات عائلية وفاميلي فليفرز.